سلام يا دراك، كراكم لاباس؟ هذا راه اول فلوغ ليا. كان دائما في خطره ندير فيديو كيما هكا تاع فلوغ كيما هادوك ترافل فلوجر، وجاتني دوك الفرصه. هذا الفيديو صورته من دين العطله تاع مارس. So this is my first vlog and hope that you enjoy it. الانطلاقة تاع رحلة كانت من جامعة أبو بكر بلقايت، خاطش قرينا لوطوغي من جهتها. سما بعد ما درنا ليتل بيت في شوبين، رحنا عند التليفيريك. يا ترى كاش مركبت واحد مقبل باني خوف، بصح هو في الحقيقة كاع ما يخوف، جاني نورمال. حاجة مليحة لي فيه بلي هو يطل على لو كغون باسا. من يقرب يوصل لالا ستي يفوت على شجر كيما كانتهم منظر شباب بزاف. الحاجة لي باش مليحة فيه بلي يفوت فوق الديار تاع الناس. رحنا فطرنا في غابة لالا ستي. واخر محطه رحنا لها هي المنصوره. هذه خطره ما هوتش، بصح دخلت لها مقبل دخلها غير ب7000، ومقابلتها كان حديقه حيوانات. بكري كنت في الليسي بالك في 2014 2013، جيت لمستمسان مقبل، وبصح زدت رحت بلايص واخد اخرين كيما مغاره بني عاد، وتاني رحت للشلالات. مش عارفة حتى دوكا إذا مازالوا محافظين عليهم كيما هاك.